السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من مركز تدريب كلاب الحراسه بدمنور معاك كابتن ابو نور. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس اللي منورانا على قناه تدريب كلاب ومضيق دمنور. تحياتي لكل الناس اللي متابعانا. اسفين جدا للناس الجميله جدا اللي احنا تاخرنا عليهم في الحلقات بتاعتنا، معلش احنا اسفين، بس ده كان سبب عطل في معدات التصوير، فانا اسف جدا يا جماعه ان انا بقالي فتره ما نزلتش حلقات وفيديوهات، بس باذن الله من النهارده هنبدا ننزل شغل جديد ونبدا نعرفكم احنا بنعمل ايه ونعرفكم ونرد على الاسئله بتاعت حضراتكم كلكم. تحياتي ليكم وتحياتي للثقه اللي حضراتكم بتقدموها لنا. طبعا النهارده يا جماعه في حاله جديده عندنا. الحاله ديت عباره عن كلب جايه بتشتكي من القراد لدرجه ما حدش يتخيلها. طبعا قراد في الودن ياما، قراد على العين، قراد على الحاجات دي. اول حاجه، اول مبدا يا جماعه بنبص للحاله ديت كده، اول حاجه هنعملها هي ايه؟ هنشوف الاول هل الكلبه بتعاني من القراد، هل في حساسيه في الجسم ولا ما فيش حساسيه. في حساسيه ده ليه نظام علاج، في قراد بس ده ليه نظام علاج تاني. طبعا احنا كنا اتكلمنا اليومين اللي فاتوا دولت عن الحلقه اللي فاتت كانت بتاعه الكلب سيمبا، اتكلمنا عنه وعملنا موضوع الحساسيه وادينا حقن افير وحقن ديكساميثازون. لكن الحاله بتاعت النهارده القراد والحاجات ديت اللي هي في الكلب بس ما فيش حساسيه، اصبح ان الشعر سليم، الكلب ما فيهوش حاجه في شعره، ما بيهرش كتير الكلام ده كله، لكن في نسبه قراد عاليه جدا. اول حاجه هنعملها يا جماعه، الكلب لما بيكون معدي السنه ونص بنجيب الايفوماك الاردني مثلا، تمام، وبناخد سنتي ونص ايفوماك اردني. طبعا دي علبه دكتوماكس، معلش هي العلبه بتاعت الايفوماك بالشكل ده كده، تمام، ادي علبه الايفوماك. بناخد سنتي ونص ايفوماك اردني وبنديه للكلب تحت الجلد، دي اول حاجه بنعملها. بس طبعا ده بعد ايه؟ بعد ما الكلب بيخش ياخد دش كويس بالشامبو مثلا او بالشاور، بيتغسل غسله كويسه، علشان هنقعد فتره ما نحمش الكلب بعد ما نديله الايفوماك، يعني لمده 4 ايام ولا 5 ايام الكلب ما يستحماش، تمام. طبعا اول حاجه بنعملها ان انا بندي للكلب سنتي ونص الايفوماك، وبعد كده بنستعمل المواد الكيماويه، الادويه الكيماويه، علشان نبدا نمسح الكلب وننظفه عشان الحشرات كلها تنزل منه، ما يبقاش في حاجه خالص. واصبح ان ريحه الدواء كمان بتنطر الحشرات دي من جسم الكلب، والحشرات ما يبقى الكلب نضيف. بنجيب يا جماعه صفيحه او علبه او اي حاجه زي كده مثلا، هات كده اسلام، بنجيب صفيحه زي دي مثلا او علبه بلاستيك او اي حاجه، وبنحط في الحاجه ديت مثلا رطل ميه واحد بس. طبعا الميه معانا هي، بنحط رطل ميه واحد، تمام. بعد كده بنجيب حاجه اسمها دايزانو. طبعا الدايزانول ده ناس كتير عارفينه اللي هم بيربوا كلاب، دايزانول ده خلوا بالكم يا جماعه عشان في ماده سامه لو الكلب شرب منه ممكن يموت بسرعه. وبنجيب حاجه اسمها اكتاكروم. اكتاكروم ده احنا كنا اتكلمنا عنه في حلقه ان احنا نستعمله للحيطان، ما جربناهوش في الكلاب، لكن الحمد لله احنا دلوقتي جربناه للكلاب، لقيناه سريع جدا وبينهي على الحشرات خالص، والكلب بيبقى نضيف في خلال يوم واحد. طبعا بنجيب الحاجات دي يا جماعه، وبنحط رطل ميه في الصفيحه، وبنجيب سفنجه صغيره، بنحط رطل ميه في الصفيحه، وبنحط على الرطل ميه ده 10 سم دايزانول مع 10 سم اكتاكروم دو. طبعا انا هنجيب الكاميرا ونبقى نوضح كده الاشكال بتاعتهم علشان ايه كل واحد يعرف انت بتعالج ازاي ومفيش حد يضحك عليك. قرب كده الكاميرا، ادي يا جماعه الدايزانو والاكتاكرو والايفوماك. لو قربنا كده دايزانول مكتوب عليه باسوديل 60%، واكتا كروم اهوت اللي عليه الفواكه دي، والايفوماك بيبقى بالشكل ده كده، تمام. طبعا الايفوماك بندي سنتي ونص للكلب، والدايزانول بنحط 10 سنتي على رتل ميه، والاكتا كروم بنحط 10 سنتي على رتل ميه. طبعا بكده يا جماعه بنيجي نقلب الميه ديت وحته سفنجه، نبدا نمسح الكلب، ننظف ودانه، ننظف وشه وعلى عينيه والحاجات دي كلها، تمام. ما بنخليش الكلب يبقى فيه اي حاجه خالص، بس طبعا لبس كلبك كمامه علشان الكلب ممكن الحشرات وكتر الحشرات فيه بتخلي جسمه غيران، ممكن الكلب بسنانه يخربشك في ايدك او كلام من ده. تبدا ان انت تنظف الكلب وتنظف الحاجات دي كلها. طبعا لو بصينا لشكل الحاله اللي معانا الكلبه ديت يا جماعه، وقربنا الكاميرا كده هنشوف عشان نشوف، سيبها يا اسلام سيبها عشان نشوف القراد كده. بصوا يا جماعه شايفين القراد عامل ازاي في الودن جوه، واضح خالص، وفي الوش طبعا كميه كبيره، فباذن الله بمشيئة ربنا دي هننهي عليها خالص، وهتلاقوا الكلبه ديت يعني يا ريت تركزوا في شكلها عشان تعرفوها لما نصورها تاني باذن الله، تمام. هتلاقوا الكلبه دي باذن الله وبمشيئة ربنا في خلال ايه؟ في خلال يومين بالظبط هتبقى تمام التمام، ومفيش اي حاجه فيها، وتبقى نظيفه وتمام التمام.
طبعا دي الطريقه الوحيده يا جماعه اللي احنا بنعالج بيها عندنا هنا الحشرات، وبنحاول ان احنا نقضي بيها على الحشرات، وبتنتهي باذن الله وما بيبقاش في اي حاجه ثانيه بتقابلنا من الجراد ده خالص. وممكن لو انت عندك في الحيطان وفي الكلام ده كله برضو على رطل ميه هتكتر النسب شويه، هتحط 15 سم من ده و15 سم من ده على رطل ميه، وترش الحيطان وترش الجدران كلها. بس اتحرص ما تجيبش ميه عند بق الكلب بتاعك، ما تجيبش الحاجات دي كلها عند بق الكلب بتاعك. اهم حاجه الايفومات، ما تنساش الايفومات، لان الايفومات هو اللي بيمشي تحت الجلد وبينطر الحشرات دي كلها. وفي نفس الوقت الدواء بيخلي الحشره حتى لو وقعت مش هتروح تمسك في حيطه، هتروح هتموت في ساعتها، لان شمت ريحه الدواء الاكتاكروم ده قوي جدا يا جماعه. وحرصوا منه واي حد يخلي باله، يا ريت تلبسوا كمامه وانتوا بتستعملوا الحاجات دي. طبعا يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت وعرفتوا ازاي نقضي على الجراد في الكلاب بتاعتنا. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركين معانا. ما تنساش تعمل الفيديو ده لايك، ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو، ما تنساش تشترك في القناتين بتوعنا وتفعل الجرس. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.